بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. انا هبدا الحلقه من اولها، مش يعني كاني انا مفيش حاجه قلتها قبل كده، هبدا الحلقه من اولها. ليه بقى؟ عشان معايا النهارده كريم وثابت، عشان ما اغلطش في الاسماء. ازيك يا كيمو؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، مساء الخير ومساء الخير لكل مشجعي النادي الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي. متوتر زينا ولا؟ انا متوتر جدا جدا جدا. هسألك ليه بس اسلم على احمد. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله، مساء العشرة ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. متوتر ولا لا؟ ان شاء الله عندي ثقه كبيره باذن الله، يعني في لعيبه الاهلي وفي الجهاز الفني. بس ان شاء الله التوتر يعني لازم يعني يبقى فيه سنه كده. ان شاء الله خير يعني. يا رب خير ان شاء الله. كريم، مباراه صعبه واهميه هذه المباراه انها مباراه نهائيه. نعم. تلعب فريق، لا اقول انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، تاريخ هنتكلم زي ما احنا عايزين ونقول ان الاهلي افضل في كل حاجه، ولكن ال 90 دقيقه دايما او الملعب او الملعب الاخضر ده حاجه مختلفه تماما. اكيد. وبخلاف كده احنا لما انا قلت لحضرتك في السؤال الاول انا متوتر جدا، مش عشان انا عايز ايه يعني اعمل كليشيه او فاهم او نعمل الشغل اللي الناس بتقوله ده، لا خالص. فعلا مباراه مقلقه. مقلقه ليه؟ لانك بتلاعب ربما في وجهه نظري اكثر فريق عشوائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا السنة دي. معلش فهمني يعني إيه عشوائي، لأن الناس ممكن تفتكر إن كلمة عشوائي دي إن هو فريق ضعيف. ضعيف على طول. لا أنت فاهم؟ لا لا لا، إحنا أهو أنا هوضح اللي أنا بقوله. إحنا بنلاعب أكتر فريق عشوائي في البطولة. يعني إيه فريق عشوائي؟ ببساطة نقول كده رقم. اتفضل. فريق كان مع الوداد المغربي في دور المجموعات واتغلب منه 4-0 وكسبه في ماتش الإياب، والوداد مريح اللعيبة في ماتش ما نقدرش نحسبه. في السيمي فاينل بيخرج الفريق اللي كسبه بسكور في دور المجموعات. طيب سيمبا. في دور الثمانيه بيكسب سيمبا، الفرقه اللي عملت مفاجاه كبيره في دور المجموعات وطلعت متصدرين علينا، بيكسبها في مباراه الذهاب 4-0. 4-0. بيجي في الاياب بيتغلب 3-0 لغايه الدقيقه 86. كان باقي 4 دقائق والحكم اعتقد اضاف 6 دقائق، يعني كان في حوالي ما يقرب من 10 دقائق يقدر يجيب فيهم الاربعه اللي هو اوريدي كسب بيهم. كان يخسر نفس النتيجه خسر بيها في الذهاب. ايوه. فبنتكلم على فريق وايه بقى؟ الفريق صعد لنهائي دوري ابطال افريقيا وهو قدام النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا ارقامه تؤهله لنهائي دوري ابطال افريقيا. كذا تشيفز صعد لهذا الدور متفوق على اكبر اباطره افريقيا والانديه المتصدره الدوريات في بلادها، وهو تامن الدوري في جنوب افريقيا. ما تعرفش تمسكه منين يعني، عارف اللي هو الله اكبر عليك، مش عارف تمسكه منين. الله اكبر يعني عليك، اللي هو اجي هنا الاقيه هنا، اجي هنا لا يعني بالظبط. فعشان كده انا قلت فريق عشوائي ملوش سيستم ملوش نظام. وحتى بيتس موسيماني قال كلمه حلوه قوي اول ما عرفنا ان احنا هنلعب كايزر. قال لك احنا مره كايزر تشيفز ده كان مغلوب بسكور ومتبهدل وحياته حاله صعبه جدا، بيلعب ماتش قمه كسب. فانت فريق فعلا ربما يكون من الصعب ان حتى ايفن فريق تحليل كامل يبدا يحلله ويطلع الارقام بتاعته والمعلومات عنه، ولكن تفاجئ في الملعب حاجه ثانيه بامور ثانيه خالص. بس انت مثلا بتقول مثلا نقاط القوه في هذا مثلا الباك اليمين مثلا تلاقيه وحش في الماتش وتلاقي الباك الشمال هو اللي كويس اللي انت كنت تلعب عليه. يعني حاجه مختلفه تماما. هو ده معنى كلمه عشوائي. هو كريم هنا لا يقصد ان هي مباراه سهله وان الدنيا تمشي والكلام ده كله، مفيش هذا الكلام. عشوائي ده يعني فريق صعب جدا، من الصعب. وهضيف كلمه بس اخيره كابتن اسلام، العشوائيه في الرياضه عامه هي اخطر حاجه لاي منافس. ليه؟ لان انا مش شايف لك فريم. يعني حتى مثلا هدي مثل سريع في تنس الطاوله، اصعب لاعب في تنس الطاوله بنلعبه اللي ملوش سيستم، ما نعرفلوش بيلعب ازاي، السيستم بتاعه ايه. اللي احنا عارفينه واحد مثلا بيلعب سبينات كتير، اوكي انت عارف نظام لعبه، فاللي بيلعبه اوكي عارف نظام هيلعب بيه. لكن واحد عشوائي، واحد بيقطع كتير بيسبين كتير بيشوط كتير، ده ما نفهموش. فبالتالي ممكن تلاقي واحد يعني غير مصنف كسب واحد في اعلى التصنيف 3-0. ليه؟ ان هو مش احرف منه، لا هو مش عارف يلعبه. هنا دي اهم سؤال احنا محتاجين نجاوب عليه في الحلقه، ازاي نلاعب كايزر تشيفز. عشان كده انتوا معانا النهارده، ازاي نلعب كايزر تشيفز يا احمد في ظل ان هي مباراه. خلينا نتكلم على المباراه بشكل عام برضو الاول. هي مباراه صعبه جدا ومهمه جدا، وفي نفس الوقت تحاط الضغط كله على لعيبه النادي الاهلي على فكره بالمناسبه. يعني مش على لعيبه كايزر تشيفز، لانه لعيبه كايزر تشيفز لو اتغلبت كل الناس هتسقف لهم تقول لهم مبروك. صح، مبروك. مباراه صعبه جدا، يعني المباراه صعبه لكذا سبب. اول حاجه
من وجهة نظري العامل النفسي. أيوة. الضغط النفسي علينا احنا. ليه؟ لان انت الفريق البطل، انت اللي فريق تاريخك المتوقع ان انت تحصل على البطولة، فانت الضغط عليك انت، لكن هم ما عندهمش حاجة يبقوا عليه. هم اول مرة يوصلوا نهاية دوري ابطال افريقيا، البطولة اللي خدوها كاس الكؤوس سنة 2001، فمش عليهم ضغط. فبالتالي انت الفريق الاكبر دايما هو اللي عليه الضغط النفسي، وبالتالي انت عليك الضغط النفسي اكبر. الحاجة التانية انا بشوف ان هم عندهم مدرب ستيوارت باكستر، المدرب اللي هو الاسكتلندي الانجليزي، مدرب بيجيد اللعب الدفاعي على طريقه هيكتور كوبر مع منتخب مصر، بيعرف ازاي يقفل المساحات ويضيق ويلعب ويضيق المساحات ويلعب دفاع كومباكت ومنظم جدا، وفي نفس الوقت بيلعب على الهجمه المرتده، يخطفك من خلال هجمه مرتده او من خلال ضربه ركنيه. يعني لما نتكلم برضو هنشرح ايه تكتيك الضربات الركنيه وازاي بيدربهم، ازاي حتى اسلوب الهجمه المرتده. يمكن انا بشوفهم فريق منظم بالذات في الهجمه المرتده، في باترن، في اسلوب معين بيطبقوه في الهجمه المرتده، عشان كده قدروا ان هم يوصلوا نهائي. وفي نفس الوقت عندهم برضو متحفظين في الضربات الركنيه. وفي نفس الوقت هو المدرب لما جه لقى ان الدفاع بتاعه بطيء، كبار في السن، على الارض مش حلوين، فبدا قال لك انا بالنسبه لي اضيق المساحات واخد واجيب الفريق عندي، وفي نفس الوقت اعتمد على الهجمه المرتده على حسب قدرات فرقته. ده السبب الثاني. السبب الثالث من وجهه نظري ان مشوارهم في البطوله زي ما كريم قال غريب. يعني كريم ذكر مباراة اللي هي سيمبا، لو نيجي بقى من بداية البطولة كمان، ده هم كانوا أول في دور الـ 32، قابلوا بريميرو دي أغوستو الأنجولي، اتعادلوا على ملعبهم 0-0، وبعد كده كسبوا بره ملعبهم 1-0 في الإياب. بعدين في دور المجموعات أول مباراة اتعادلوا مع حرية الغيني على ملعبهم، بعد كده اتغلبوا من الوداد 4-0، فالكل قال لك ده بره البطولة. كسبوا ورجعوا تاني في دور المجموعات في الماتش الأخير، اتعادلوا 2-2 مع حرية الغيني في الدقيقة 76 في غينيا وتأهله. بعد كده في دور الثمانية لعبوا مين؟ لعبوا سيمبا اللي هو كان متصدر مجموعة النادي الأهلي اللي كانت كل التوقعات رحاله لسيمبا، وقدروا ان هم يطيحوا بسيمبا. طب دور النص النهائي كله قالك الوداد هو اللي في النهائي، كلنا كنا متوقعين الوداد لأن النهائي كان على ملعبه والوداد هو الفريق الأقوى، قدروا ان هم يطيحوا بفريق الوداد. إذن المشوار بتاعهم فرقة محترمة، فرقة صعبة لازم تعمل لها ألف حساب، لكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر باذن الله. لو حطينا الكوكتيل اللي بيتقال عشوائي على صعبه هتلاقي ان الموضوع مش سهل، ان الموضوع، لان انا في ناس يا كريم كل ما بتشوفني تقول لي والله يا كابتن اسلام ما بيشجعوش الاهلي طبعا. مبروك. مبروك على ايه يا جماعه؟ أنا لسه بدري، الماتش يوم السبت ان شاء الله الساعه 9، واحنا شفنا في الكوره كتير، يعني الكوره بتشوف فيها كتير. فالكوكتيل اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده هو كوكتيل صعب جدا، حتى انا كلا يعني اي حد لعيب كوره بيجي يلعب ماتش زي ده ما بيبقاش عارف يلعبوا ازاي. صحيح. واعتقد اسلام برضو يعني لو حضرتك تفتكر وانت اكيد كنت شاهد على الامر ده، النجم الساحلي لما لعبناهم في 2007 وبعد ما احنا كنا في 2005 كنا عملنا ماتشين، ماتش الذهاب نفسه انا فاكر في سوسه النجم الساحلي 90 دقيقه في ال 18 ما بيخرجش، ما بيخرجش، كان اعتقد برضو كان معاهم مدرب صربي ساعتها، ما بيخرجوش. وفي ماتش الاياب كسبنا 3-0 في الحربيه وخدنا البطوله، بعديها صفاقس، بعد كده لعبناهم تاني في الماتش في 2007 كنا الأمانة كان عندنا ثقة كبيرة جدا جدا ان احنا هنشوف نفس السيناريو، وفعلا ماتش الذهاب اللي هو البركات خد فيه، ماتش الذهاب خد بركات خد الانذار، كان بينالتي واضح يعني، وكان بينالتي واضح لينا في الوقت ده، وفي نفس الوقت انت كنت تقدر يعني بعد حتى الموضوع تقدر تكسب 1-2 يعني اكتر يعني. بس الماتش خلص تعادل 0-0 وقلنا هنكسب. فهي الفكرة في حتة ايه؟ الفكرة في حتة ان انت بيبقى عندك بعض الامور اللي انت مش عامل لها حساب، ومع طبعا مع عدم المقارنه ما بين اسم كايزر تشيفز واسم نجم الساحلي تاريخيه طبعا. لكن كايزر تشيفز انا بتكلم على الفرقه اللي قدامي دلوقتي، المشوار اللي انا شفته، وحتى الماتشين بتوع الوداد، شوف ماتشين الوداد يا كابتن اسلام يقول لك ان الوداد فعلا عمل اكبر غلطه ممكن اي فريق يعملها، او حتى برضه بنفس مثلا ضربت في الطاوله، ان انت مشيت على الاسلوب اللي عايزه المنافس. كايزر تشيفز قعد يشد الوداد للاسلوب اللي هو عايزه، وهو ان يجبر الوداد يلعب كم هائل من الكرات العرضيه، وحتى في ماتش الاياب لعبوا برضه نفس الستايل، فضلوا واقفين ورا الراجل، غير من قدام بدل ما حط اتنين حط تلاته عشان يفتح الاطراف، برضه الفريق ما بيخرجش خالص من منطقه 18 و90 دقيقه. سيبك بقى طبعا من المشكله بتاعت ضربات الترجيح وركلات الجزاء والحكم ظلمنا والكلام ده، لكن الماتش فعلا كايزر تشيز يستحق الصعود ليه، انه 180 دقيقة بيجبر الوداد يلعب بالطريقة المريحة له. هو دي النقط اللي انا بشوفها من نقاط قوة كايزر تشيفز، بس تاني مع ان طبعا عنده بعض المشاكل اللي بتخلينا مجبرين نقول عليه برضو فريق عشوائي. طيب
لو رحنا مقارنه رقميه للاهلي وكايزر تشيفز هنتكلم فيها ازاي؟ معانا مقارنه من بدايه دور المجموعات لغايه النهائي. اوكي. في الارقام بقى بتاعت دور المجموعات بس. من بدايه دور المجموعات يعني حوالي 10 ماتشات بالظبط. اول حاجه النادي الاهلي لعب 10، كايزر تشيفز 10، النادي الاهلي كسب 6، هم كسبوا 4، التعادل 3 للنادي الاهلي هم 4. تعال بقى بص على الخساره، هم خسروا ماتشين بس من 10. يعني فرقه محترمه. النادي الاهلي خسر مباراه واحده بس من العشرة. بالنسبه لتسجيل الاهداف، النادي الاهلي سجل 18، يعني معدل 1.8 هدف في الماتش. كايزر سجله 10 اهداف، يعني معدل هدف في كل 90 دقيقه، برضو نسبه جيده نوعا ما. يعني استقبال الاهداف دخل شباكهم 9 بس، احنا دخل فينا 6. نيجي لاهم رقم هم متفوقين علينا فيه اللي هو الكلين شيت، حافظوا على نظافه شباكهم 7 من 10، 7 ماتشات من 10 ماتشات، احنا 6 من 10. ده دليل ان هم فريق دفاعيا جيد جدا جدا، وعلى المستوى الهجومي يعني الدفاع ممكن نقول ان هو 9 من 10 والهجوم بتاعهم 7 من 10. ده الارقام بتقول كده. صناعه الفرص، النادي الاهلي صنع 33 فرصه، هم صنعوا 12، طبعا فرق كبير في الجانب الهجومي. احنا بقى اهدرنا، صنعوا 12 بس سجلوا منهم 10. طبعا دليل ان الفينش بتاعهم كويس جدا. لسه لسه النقطه اهي جايين نتكلم فيها، اللي هي اهدار فرص محققه. احنا اهدرنا 18 فرصة من دور، من بداية دور المجموعات هم أهدروا 5 بس. أوكي. تمام. نسبة الاستحواذ على الكورة بتاعتهم 42%. ده دليل إيه؟ إن هم بيسيبوا متوسط الاستحواذ بتاعهم، دليل إن هم بيسيبوا الكورة للخصم، نفس طريقة لعب هيكتور كوبر مع منتخب مصر. نسبة الاستحواذ بتاعت النادي الأهلي طبعا أعلى 54%. إحنا متوسط التمريرات الصحيحة بتاعتنا 395، هم 233. ده كل ده بيأكد إن هم بيسيبوا الاستحواذ للمنافس بتاعهم. العرضيات احنا بنعمل 5.8 عرضيه صحيحه، هم بيعملوا 4.5 في الماتش الواحد. المحاولات احنا بنعمل 10.6 محاوله في الماتش الواحد، هم بيعملوا 7.1. دليل طبعا الارقام، تفوق واضح للنادي الاهلي على المستوى الارقام، سواء المحاولات سواء المحاولات الصحيحه، برضو 4.6 هم 2.7. هم متفوقين علينا في المراوغات الناجحه، بيعملوا 7.1 معدلهم في الماتش الواحد، احنا بنعمل 6. الضربات الركنيه هم بيحصلوا في الماتش الواحد على 7 أو 5.3 ضربة ركنية. 5، والدليل إيه بقى؟ بيحصلوا على ضربات ركنية كتير، عشان الراجل محفظهم تكتيك ضربات ركنية معينة، فبيقول لهم دايما خدوا ضربة ركنية. تمام. ده هم بيجيبوا بياخدوا ضربات ركنية. ده هنشوفه صور وفيديوهات. أوكي. طب تشتيت الكورة طبعا هم أعلى، عشان هم بيدافعوا أكتر. الكروت الصفراء، هم أكتر فريق حصل على كروت صفراء في البطولة، ده دليل على أسلوب اللعب الخشن شوية، 18 كارت أصفر. الأرقام الحقيقة بتورينا كريم إن لا، الفريق ده واضح طريقه لعبه ازاي من الارقام. طبعا فريق بيعتمد على الدفاع والهجمات المرتده اكتر ما بيهاجم، بس هي الفكره ايه يا كابتن اسلام؟ ان الاسلوب ده بيفيده في حته ان انا الحاجه دي الحاجه الوحيده اللي انا عارفها ازاي ادافع. انا بعرف اقف، حتى ايفن لو انت النهارده هجمت عليا كتير ممكن استخدم الخشونه، عشان حتى الانذارات عندهم عاليه. بس هم برضو عندهم رقم مخيف امانه، نسبه تحويل الفرص لاهداف المتاحه ليهم 58%، والنسبه دي لفرقه اصلا بتدافع، فرقه يعني نسبه عاليه. انت النهارده تقول لي انا سمحت ليا 4 فرص، ماتش سيمبا اللي كسبوه في جنوب افريقيا، الاربع فرص محققه اللي سنحت لهم ترجموها لاهداف، مفيش بس ما راحوش تاني خالص. هم 4 فرص ب4 اهداف، ورقم مش قليل. احنا المفروض اصلا بنقول اي مدير فني بيجي يقول لك لو انا عندي مهاجم بيجيب نص الفرص اللي تتاح له، ده رقم كبير وحاجه مهم. فانا بشوف ان فعلا، خد بالك برضو بمناسبه كلامك ده، ماتش الوداد في المغرب هي فرصه بالظبط، جالهم فرصتين، فرصه وبيكرروها دايما يا كابتن اسلام، والثانيه جول، وبيكرروها دايما. الكره العرضيه بتتلعب على عرض قريبه، حاجه متحفظين عليها هم فعلا. بص هم سيستمايزد جدا، بس هم الفكره في حته ايه؟ ان انت بتشوف ان اللعيبه فعلا عندهم بعض المشاكل على المستوى الفردي، يعني في اغلب الفريق، ولكن هم بقى كتوتال مع بعض فرقه حلوه. يعني هم على المستوى الفردي ما تقولش ايه ان ده ممكن يلمع في مكان لوحده، لا، لكن الفريق كله كتيم بالاسلوب ده بتاع باكستر مع المدير الفني، انت بتقول هم فرقه ناجحه وقدروا فعلا يوصلوا للفاينل على حساب فريق كبير زي الوداد. طيب خلينا نروح للشاشه يا كريم. نعم. ونشوف برضو التشكيل وطريقه اللعب. طيب. اتفضلوا. طيب. اتفضل يا انا هقعد بقى عشان تعبان. تا
طيب احنا معانا التشكيل ونبدا طبعا بحراسه المرمى، وحراسه المرمى برضو واحده من الامور الغريبه جدا 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 في كايزر تشيفز خلال بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي. ليه يا كابتن اسلام؟ الثلاث حراس لعبوا، الثلاث حراس بتوع الفرقه لعبوا في البطوله، لكن الحارس الاساسي والرئيسي هو دانيال اكيبي، وهو عنده 33 سنه، وهو طبعا الراجل يعني المفروض هو الخبره وكل شيء، ويعني معظم مباريات الدوري هو اللي بيلعبها. بس انا بشوف ان اكيد برضه عنده بعض المشاكل، عنده بعض الاخطاء اللي بيقع فيها في المباريات، حتى في ماتش الوداد اعتقد اللي كان في جنوب افريقيا هو اتطرد في الدقيقه 43، كان ماتش عصيب جدا عليهم، كان لازم يكسبوا بعد ما فقدوا 5 نقاط في اول جولتين. ولكن في وجهه نظري الشخصيه ربما هيكون هو الحارس الاساسي، لان بافوما الحارس البديل 25 سنه، وربما ما يبقاش عنده القدره الشخصيه والمعنويه انه يلعب ماتش فاينل زي ده، فاشوف ان اكيبي هو اللي ممكن يبقى الحارس الاساسي. طيب نروح خط دفاع، وفي وجهه نظري برضو هو الاحتمال كبير هيلعب بخمسه اكتر ما يلعب باربعه، لان بدايته في دوري جنوب افريقيا السنه دي لما كان بيلعب باربعه كانت نتائج يعني هزيله جدا، حتى اول جوله خسروا من سان داونز 3-0، وجايبين النهارده فيديوهات من المباراه دي. ففي وجهه نظري هيلعب بالخماسي اللي احنا شايفينه، اللي هم مين بقى؟ على الجانب الايمن فروسلر، لعيب في وجهه نظري متوسط الاداء، عنده مشاكل كبيره جدا. انا في وجهه نظري اكتر ثغرتين في كايزر تشيفز هم فروسلر وزولو الباك الشمال، كم هائل من الاخطاء بتتم في الاطراف خصوصا عند الظاهرين. لكن في قلب الملعب بقى بنتكلم على دفاع صلد قوي طويل. بنتكلم على دانيال كاردوزو، وبنتكلم على اريك ماتوني ونيجانزا، الثلاثه وماتوني نفسه 198 سنتي، مهم جدا على برج. ايوه برج. ودانيال كاردوزو 185 سنتي، ونيجانزا عنده 184 سنتي، وبالتالي هم بيحاولوا دايما يجبروا المنافس انه يلعب الكرات العرضيه. ده أيوه. الجيم اللي نجحوا يكسبوه من الوداد. ليه؟ ببساطه ماتوني اول ما مش هينط، هو مش محتاج ينط، راجل يقترب من المترين وهو واقف هيطلع كوره، عمل جامب، فاحنا بنتكلم على لاعب ممكن يقترب يا احمد من ال 2 متر و20 سم. يمكن هم يعني زي ما كريم قال كده، هم بيخلوك ان انت تهاجمهم، نفس طريقه لعب هيكتور كوبر، ان انا تعالى اعمل العرضيات عادي، ما انا عندي مدافعين كلهم حاجه 190 طوال، مهما عملت عرضيات هم عندهم الميزه دي، لكن على الارض لو اديتهم لو بس خلي بالك معنى كلمه عرضيه دي مش لازم تبقى عاليه، انا ممكن اروح على الخط واعملها على الارض باك باس، اعملها على الارض جامد، يعني ممكن طبعًا. يبقى ليها حل طبعا، بس طول ما انت مضيق المساحه الاخطاء بتقل، بيبقى ما فيش قدامك غير حلول، يا اما عرضيات يا اما تسديدات يا اما حل فردي في واحد على واحد، وبالتالي هو يعني نوعا ما لو فتح واداك مساحه. عشان كده الهدف المبكر ان شاء الله، ان شاء الله لو جبنا هدف مبكر في اول 30 دقيقه هيسهل، هيلخبط كل حاجه، هيسهل علينا الماتش كتير. ليه؟ لان مجرد ان هم بس يتقدموا هيبدا يبان البطء بتاعهم، البطء في الدفاع بتاعهم، سواء إريك ماسوني أو كاردوزو أو نيجزانا، التلاتة دول ممتازين جدا في عملية طول القامة، نقطة مهمة جدا. الحارسين برضو مميزين، سواء بفوما أو دانيال أكباي. دانيال أكباي ده حارس منتخب نيجيريا، وبفوما الحارس برضو حارس مميز جدا، ويعتبر هو من الحراس الأساسيين عنده، وبالتالي عنده حارس مميز وعنده الدفاع طويل القامه، فبالتالي يعني ده يخليك ان انت تبدا تهاجم وتعمل يعمل دفاع منطقه وانت تحاول تخترقه. نيجي بقى للاثنين الارتكاز، طبعا كاتاسندي الارتكاز عندهم بيجمع ما بين الخبره وما بين الشباب. الخبره هو كاتاسندي، وهو من زيمبابوي 35 سنه، ولعيب برده من اللعيبه اللي هي كاسحه الالغام في وسط الملعب. بلوم رقم 12 ده لعيب شباب عنده 21 سنه وبيلعب في منتخب جنوب افريقيا. أيوه. الاولمبي تاني اكتر لاعب عامل انترسبشن ومميز جدا، مهاري، تاني اعلى معدل مراوغات ناجحه بعد باركر. نيجي للثلاثه اللي قدام، ودول بقى اللي هو محور كلامنا النهارده تحديدا، دول بيطبقوا الهجمه المرتده ازاي، هنتكلم عنهم ونشرح بالتفصيل. طبعا باركر رقم 25 عنصر الخبره وقائد الفريق، ده 35 سنه لعيب دولي في منتخب جنوب افريقيا من زمان. وكاسترو اللي هو اللعيب الكولومبي اللي هو رقم 8، لعيب برده يعني مميز جدا، بيخش دايما للعمق وعنده حته بيكمل لجوه.
اما نيجي للمهاجم الخطير الصربي واهم لاعب في الفريق ده سمير نوركوفيتش، يمكن هدافين الفرقه سمير نوركوفيتش اللي هو المهاجم الصربي وماتونو اللي هو ماسونو اللي هو المدافع رقم 3. يعني تخيل لما المدافع يبقى تاني هداف الفرقه، ده دليل ان في باترن هنتكلم عنه في الضربات الركنيه بينفذوه بصوره كويسه جدا. طيب خلينا نروح لاهم نقاط القوه اللي موجوده في هذا الفريق. اتفضل احمد خليك انت معانا برده في الاول. نكمل بس صوره التشكيل الثاني، يعني ده التشكيل الاول اللي هو طيب المخترف. هل انت بس متوقعين انتوا الاثنين ان هم هيلعبوا خمسه؟ طبعًا. على وجهه نظري هيلعب خمسه طبعا، مش هيغير طريقه اللعب. هو هي 5-4-1 في الحاله الدفاعيه بتتحول ل 3-4-3 في الحاله الهجوميه. أوكي. عن طريق الاثنين الظاهرين بيتقدموا رباعي. التشكيله المعنى. لو جبنا التشكيله الثانيه هات بس التشكيله الثانيه، ايه الخلافات، ايه اللي هو الخيارات اللي هي برده عند مدرب كايزر تشيفز اللي هي ممكن يغيرها. نفس التشكيله بالظبط، بس حراسه المرمى ممكن يبدا بدانيال اجبايه اللي هو حارس منتخب نيجيريا اللي هو تالق في المباراه الاخيره، او نجوجبو نحط عليه دايره وده لعيب مهم جدا رقم 15 مفتاح بناء الهجمه المرتده عندهم، لعيب حريف قوي رقم 15 دوت اللي هو بالقدم اليسرى وهنتفرج عليه لعيب مهم جدا، باركر وسمير نوركوفيتش والباك الشمال الثاني الموجود ساسمان اللي هو رقم 20. اذا الخلافات الموجوده عنده الحارس المرمى الباك ليفت ونجوجبو اللي هو اللعيب الجناح، دول الثلاثه اللي ممكن يغير فيهم، لكن طريقه اللعب واحده. هيلعبك نجيب بقى اول حاله فنيه معانا، هيلعبك بنفس الشكل ده اللي في الصوره اهو، نعد مع بعض ادي 1 2 3 4 5 ادي الخمسه هم ورا كابتن اسلام، الخمسه ورا هم دول الخمسه مدافعين وثلاثه واثنين قدام، هم بيلعبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 بالظبط، 8 ورا واثنين قدام وحارس المرمى ده في مساحه قد ايه؟ حوالي 30 متر اقل كمان، يمكن 30 متر بيضيق المساحات عليك جدا، بيلعب بالخمسه ورا وادي الثلاثه. طبعا في واحد فيهم متاخر في العوده الدفاعيه وهنتكلم على سوء الارتداد الدفاعي في بعض الاجنحه عندهم، وسمير نوركوفيتش هو المهاجم اللي قدام هو اللي بيعمل عمليه الهجمه المرتده. تمام. الاسلوب ده اعتقد ان احنا هنشوفه لو جبنا جون بدري هيسهل علينا المهمه جدا، لكن الاسلوب ده هتشوفه في المباراه على طول لان هو بيلعب النادي الاهلي وعارف طبعا السرعات والامكانيات الموجوده وده اصلا اسلوب لعبه. هات الصوره اللي بعدها برده نفس الفكره، ده قدام الوداد، نرجع بس الصوره لورا هنلاقي 1 2 3 4 نفس الفرقه نفس الشكل برده، كل الفرقه ورا واثنين بس اللي قدام. هو بالنسبه للجناحين بتوعه خد بالك برده، معلش انا عايز اوريك بس هنا نقطه مهمه من وجهه نظري، يعني ان انا هنا انا دايما بشوف ان في مساحه، يعني مش مهم بقى انا بشوف ان هنا في مساحه واسعه كبيره جدا، يعني قد يكون في 8 واقفين، طب قد يكون في 8 واقفين، ولكن المساحه اللي ما بين المساك والباك دي ابرز نقطه ضعف يا كابتن اسلام موجوده. ابرز نقطه ضعف موجوده اللي هي دي احنا جايبينها معانا، ابرز نقطه ضعف موجوده ما بين المساحه الموجوده ما بين المساك والباك اليمين. احنا دلوقتي بنتكلم على نقاط القوه بس انا عشان قاعد شايف ان هنا فعلا في مساحه جدا ودي احنا جايبينها على فكره تودينا في اتجاه ان احنا ممكن نستغل الفجوه دي. طبعا طبعا اتفضل كمل يا كريم. كمل كريم الفيديو. احنا لو هنتكلم بقى عن بقيه نقاط القوه يا كابتن اسلام، لو معانا الفيديو بتاع نقاط القوه في نادي كايزر تشيفز هنشوف اول حاجه واهم حاجه السرعه، الهجمه المرتده دي من مباراه كايزر تشيفز سان داونز في الدوري. خما بليات طبعا كلنا عارفينه، مين في مصر ما يعرفش بليات، نجم الجنوب افريقي نجم زيمبابوي الشهير، وطبعا لعيب سريع جدا جدا جدا، وهو طبعا كان مصاب كان عنده كسر ودخل القايمه وسافر بالفعل للمغرب ومرشح ان هو يلعب مع الفرقه. بنشوف هنا فرقه كايزر تشيفز سرعه الهجمه المرتده يا كابتن اسلام خطيره جدا، وخان بليات طبعا لعيب سريع جدا، ما اول ما بتجي له الفرصه خلاص شكرا بيروح انفراد، فدي نقطه لازم نخلي بالنا منها وهي الهجمات المرتده لفريق كايزر تشيفز واحدة من أهم الأسلحة عنده. ليه؟ لأن هي بتتماشى مع كما احنا قلنا فريق ما بيعملش أي هجوم منظم، ما لا يبحث عن الاستحواذ، بيسيب لك الكرة لكن هو بيقعد يجيبك عشان يفتح المساحات اللي هو بيخطف منها الكرة، أو ما يخطفها هوب يرمي الكرة لخما بليات أو حتى نوركوفيتش، برضه سمير نوركوفيتش رغم إن هو طويل برضه لعيب سريع. نشوف الفيديو اللي وراه ونشوف برضه النقاط. عايز تقول حاجه؟ الهجمه المرتده لو جبنا الصور نكمل الصور بقى تاكيدا لكلام كريم، في باترن هم بيعملوه اسلوب او نمط معين متحفظين. الهجمه المرتده بيعملوها ازاي؟ دي صور ولا في الصور نكمل. طيب. بس الصوره الثالثه رقم 3 هنلاقي ازاي هم بيعملوا الهجمه ده. اولا دي كانت ضربه ركنيه للوداد. بص حضرتك كلهم ايه في وسط ملعبهم. مين اول واحد بيطلعوا عليه؟
اللي هو اللعيب رقم 15 اللي اتكلمت عليه اللي هو قد يكون مفاجاه المباراه اللي هو نجوجبو اللي هو لعب مباراه الوداد الاخيره. نعم. نصغر بس الصوره سنه صغيره هنلاقي ان نجوجبو هاي الكره بتتلعب له كمل الصوره معمول عليه رقم 15 هو واضح هنا تمام. نكمل الصوره اللي بعدها استاذ سمير بص الكره اتلعبت فين لرقم 15 مين اللي قطع من ورا بقى ده سمير نوركوفيتش. سمير نوركوفيتش قطع ازاي متحفظ هيجري في العمق بتاع الدفاع رغم ان اللعيب ده عنده 35 سنه اللي هو سمير نوركوفيتش او كبير 29 سنه يعني لعيب كبير برضو وطويل القامه المفروض ما يبقاش سريع الا ان هو بدنيا قوي جدا قوي. ومكمل دايما في العمق بص الاسلوب بتاع الباترن بتاعهم متحفظين هو لعيب واحد بس في الهجمه المرتده اللي هو واحد من الجناحين بيبقى واقف تحت عايز يعملها عشان سمير نوركوفيتش يقطع في العمق كمل الصوره اللي بعدها شوف سمير نوركوفيتش اهو الصوره واضحه قوي هنا بيلعبها رقم 15 لنوركوفيتش دايما ايه بيسرق المدافعين ميزه نوركوفيتش سرقه المدافعين بيعملها ازاي عاملها ورا خط الدفاع المتواجد على نص الملعب وبالتالي عندك مساحات كبيره جدا خلف خط الدفاع بالظبط كده بس ده الباترن اللي هو نوركوفيتش زي ما حضرتك تفضلت وقلت اهو قطع فين في العمق كمل يا استاذ سمير حاله ثانيه برده نفس الفكره وانس ان هم قطعوا الكوره يعني قطعوا الكوره من وسط الملعب عندنا نوركوفيتش بيجري ما بيفكرش بيجري متحفظ ملوش دعوه بحاجه او وانس ان انت قطعت الكوره دي اسمها سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه ازاي الفريق ده بيطبق الدفاع زي ما اتكلمنا الا ان هو برده عنده ميزه التحول من الدفاع للهجوم مهم جدا ان ديانج السوليه حمدي فتحي اي حد هيبدا في وسط الملعب قفشه ما يفقدش الكره في وسط الملعب ليه لانها لو اتقطعت هتلاقي نوركوفيتش ولازم واحد من الاثنين الارتكاز بتوعنا او الثلاثه لو بدانا بثلاثه او من المساكين يخلي باله من نوركوفيتش مين المان بتاعه لما يجري في العمق ده مهم جدا لازم تفسد عمليه الهجمه المرتده بتاعتهم وده دور اللي هو الارتكاز اللي جنب الارتكاز اللي هو اللي جنب عمرو السوليه مثلا اللي هو حمدي فتحي او ديانج مهم جدا مراقبه نوركوفيتش في الهجمه المرتده نكمل نفس الكلام الجون اللي جابوه في الوداد اللي هو الهجمه المرتده نوركوفيتش جرى فين في العمق ده من قبل ما نشوف حتى مباراه الوداد اهي نفس الفكره اتطبقت اتلعبت بالعرض نوركوفيتش ما بيفكرش جاري فين في العمق اذا ده اسلوب متحفظ انا اول ما اقطع الكوره هلعب لواحد من الاجنحه او للظهير عشان نوركوفيتش ايه هيقطع في العمق لازم نخلي بالنا من تحركات نوركوفيتش ده اهم لعيب فيهم اللي هو المهاجم الصربي تمام الكلام بقى يبقى حكايه اتفقنا ان اول اسلوب مهم عند كايزر تشيفز في الهجوم يا كابتن اسلام هو الهجمات المرتده ان هم فعلا لا يملكوا غيرها كاسلوب هجوم في بعيدا عن الاستحواذ تمام الاسلوب الثاني لو ممكن نرجع للفيديو كنا مشغلينه وهنشوف ان الكرات العرضيه سلاح مهم جدا 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 عند كايزر تشيفز ودايما بتتلاعب على العارضه قريبه الكره دي نسخه من هدفهم في الوداد برافو عليك هي بالظبط صح الكرة دايما بتتلعب ودي بنتكلم يا كابتن اسلام على مباراه من بدايه دوري جنوب افريقيا دي الاسبوع الاول ده الاوفر اللي فات ده كمان عالمي على طول هم بيلعبوا متدربين الكرة بتتلعب على القريبه على طول هم بيجيدوا فكره لعب الكرات العرضيه على العارضه القريبه ونشوف حتى برده في الفيديو اللي بعد لا لو كملت الفيديو ده انا عجبني بص الاوفر لما اتردت اتلعبت برده على العارضه القريبه لمرمى سان داونز لكن الفريق ساعتها ما قدرش ان هو يحقق منها هدف برضه نفس الكره دي في مباراه الجول الثاني امام سان داونز كره برضه اتلعبت من الجانب الايسر 1 2 ويتعامل بشكل مميز جدا ليه عشان يسيب مساحه ان هو يلعب الكره العرضيه فريق كايزر تشيفز كرات العرضيه عنده هي سلاح مهم جدا مع اذا الكرات العرضيه والهجمه المرتده الهجمه المرتده الاول وبعد كده الكرات العرضيه لا يملكوا غيرهم برضو نكمل في لقطه اخرى بعد اللقطه دي بتبين لنا ازاي كايزر تشيفز فعلا بيلعب على نفس الفكره دي برضو اتعملت بشكل مميز جدا لكاسترو وقدر ان هو يخترق منها دفاع سان داونز ولكن ما قدرش يترجمها لكن الفكره كلها يا كابتن اسلام كله شغل عرضي انا ما بهاجمش خالص من العمق مش عايز اعمل وان تو هاد ما بمسكش الكوره وابحث عن ثغرات زي مثلا ما النادي الاهلي بيلعب زي تعتبر وان يعني تعتبر وان تو يعني الكوره دي اتلعبت وان تو يعني بالظبط يعني وان ثري مثلا بلاش وان تو بالظبط بعد كده بقى عندنا لعبتين عايز انا جايبهم لاثبات الكلمه اللي قالها بيتسو موسيماني على فرقه كايزر تشي طبعا دي برده كرات عرضيه برده على العارضه في تكمله اتفضل يعني. في برضو صور معانا للكرات العرضيه يمكن كريم اتكلم على العرضيات ان هي بتتلعب دايما على القائم القريب
نوركوفيتش ده مهاجم ذكي جدا، لو كملنا هكمل الصور استاذ سمير هنلاقي ان نوركوفيتش المهم جدا الظهير الايمن، وحضرتك كنت ظهير ايمن مثالي، يعني ازاي بيسرق الظهير الايمن، هو بيخش ادي العرضيه نكمل، لا كمل الصوره اللي بعدها بقى، بص حضرتك ادي هنا مثلا ده الباك اليمين، الجمله دي برده متحفظه جدا في الهجمه المرتده. أيوة. دي اللي عليه علامه الاكس ده اللي هو فروسلر اللي هو الباك اليمين بيلعب بالعرض لمين؟ لنوركوفيتش اللي هو هنا بيلعب فيه ورا، بيتحرك دايما ورا الباك اليمين بيسرق، يعني ما بيقطعش في القريبه او يقطع مثلا في ما بين الاثنين المساكين، هو دايما بيتسحب يتسحب يتسحب ويروح عند اكرم توفيق، لازم اكرم توفيق او محمد هاني لازم يخلي باله، بدري بانون تحديدا لو لاعب مساك يمين يخلي باله من تحركات نوركوفيتش. نبص على الصوره اللي بعدها ازاي بيعملها، بص حضرتك الجمله دي بتتكرر على طول، ديت مباراه الوداد الاخيره. تمام، بص نوركوفيتش فين في الهجمه المرتده مع الباك رايت، مفروض مثلا المهاجم يا اما هيقطع القريبه يا اما هيتحرك ما بين المساك والباك، هو دايما بيسرق عشان يكسر مصيده التسلل، فبيأخر نفسه سنه عشان يكسر مصيده التسلل، بحيث الكره لو عدت تروح له. وفي نفس الوقت مفتوح قدام، وفي نفس الوقت هو عايز الباك يلعبها له قويه على القائم البعيد. أوكي. نكمل الصوره اللي بعدها هنلاقي الشكل اهو، ديت ده واحده الجون طلعها، كانت اخطر هجمه لكايزر تشيفز في المباراه دي اللي هي الكره دي. طب هل ده اتلعبت مره؟ لا، ده هم جابوا منها جون، كمل، جابوا منها جون في مباراه سيمبا بنفس الشكل. بص حضرتك ادي العرضيه اهي اتلعبت، هو متحرك فين؟ نوركوفيتش عندي ورا الباك رايت، هو بيسرق الباك رايت، بيضحك على المدافعين وهبعد واروح عند الباك رايت عشان غالبا بيكون قصير القامه قصير القامه، فانا بروح معاه اهو في نفس الشكل. كمل الصوره اللي بعدها، بص لا في صوره ثانيه برده هنلاقي ان هو برده سجل منها. اذا مهم جدا دي على فكره الخريطه الحراريه اللي قدامنا بتاعه سمير نوركوفيتش في خلال دوري ابطال افريقيا، هنلاقي ان هو دايما بيتحرك عند الباك اليمين اهي، ملتهب هنا الخريطه اهو، تحركاته ورا الباك رايت، ما بيخشش منطقه الجزاء كتير، ليه؟ لان هو بيتحرك دايما على الاطراف عشان التمريرات الطوليه اللي بتجيله من ورا، عشان لان هم بيحضروا عليه، بس تحديدا نوركوفيتش اخطر حاجه فيه الحاجتين دول. في الهجمه المرتده يا اما بيقطع للعمق، لازم واحد من الاثنين الارتكازي يخلي باله ان هو بيقطع للعمق، الحاجه الثانيه في الكرات العرضيه بيروح ناحيه الباك رايت. تمام، لا ممكن بقى نجري بسرعه لفيديو نقاط الضعف عشان نشوف الحته اللي حضرتك قلت عليها كابتن اسلام في الصوره اللي كان احمد عارضها، وهي الفجوه ما بين الظهير والمساك، نشوف الحته دي في دفاع كايزر تشيفز. طيب ده برده من مباراه كايزر تشيفز وسان داونز، ولو ممكن نرجع هنا اهو، دي قبل نستوب هنشوف هنا ان الظهير دايما في مساحه ما بينه وبين المساك، بعيدا ان الكره دي اتلعبت كره عرضيه، هنا الكره اتلعبت بالعرض على طول، هنلاقي ان مهاجم سان داونز كان ممكن يلعب الكره لزميله على الارض ويستغل المساحه او الفجوه اللي ما بين الظهير والمساك. ناخد اللقطه اللي وراها ونشوف الامر بشكل اوضح، وبيتاكد لنا في هجمه اخطر لسان داونز، كره اتلعبت هجمه منظمه عاديه جدا، دفاع كايزر تشيفز بيحاول ان هو يغلق المساحات، هوب بتيجي الكره على طول تتحول للجانب الايسر. سان داونز حافظين كايزر تشيفز بشكل مميز جدا، حافظين ان الازمه عندهم في المساحه اللي ما بين الباك الشمال والمساك. برضو لو نجري يعني اللقطات، احنا معانا لقطات كتير، لو ممكن نشغلهم بشكل اسرع شويه، هنلاقي ان برضو نفس دي هجمه لسان داونز على طول بيروحوا على الشمال ويلعب ورا الباك، الباك الشمال عند، وهنا كان اللي بيلعب في المباراه دي كان ساسمان، هو اللي كان باك شمال فرقه كايزر تشيفز. تاني الكوره بتترد، كل الهجمات كابتن اسلام كوبي وبيست، كلها كوبي وبيست حافظينهم، ودي هياخدوا منها ضربه جزاء نفس الاسلوب. انا افتكرتها اللي فاتت. لا لا لا، ده هي نفس الفرقه، ده بسبب ايه؟ هنا برضه ماتش العوده، الكوره دي سيرينو بدل ما كان يمرر الكوره ما بين الفول باك وما بين المساك، فضل ان هو يباص. نبص هنا من الكاميرا دي، هنا هو خلاص المساحه جول بتتوجد، لكن هو فضل ان هو يشوط. نكمل اللعبه اللي وراها، برده بنشوف ان مهاجم سان داونز قدر ان هو يجري من عند الباك الشمال، هنشوفها في الكاميرا العاليه بالظبط، الكوره ما فيهاش اي تسلل خالص، قدر ان هو يسرق الباك الشمال، وبرده كان هنا في المباراه دي كان ساسمان، واتمنى بصراحه ان هو يلعب. برده الهجمه دي اللي جابها بقى سان داونز هدف، نبص دي نفس هجمه للوداد، بس الوداد هنا كان اختار التسديد، لا هنا سان داونز قدر برده ان هو يلعب ورا الباك الشمال وسيرينو قدر ان هو يجيب الهدف. دي الكاميرا الخلفيه، نشوف ازاي الفريق هادي
وصبور جدا ان انا ما اشوطش، ومش هلعب بالاسلوب اللي كايزر تشيفز عنده عايزه. انا مش ولا هشوط ولا هعمل عرضيات، انا هلعب كره على الارض وهبدا استغل هنا مثلا سيرينو مش ممكن بيرقص الناس كلها وبيلعب كوره هاديه، كوره سهله، كوره فيها صبر ما فيهاش استعجال، وده انا اعتقد الفخ اللي وقع فيه الوداد. تاني برضو نفس الامر، على طول الكرات بتتلعب هنا. طبعا دي لحد ما بتكلم على عشوائيه فريق كايزر تشيفز في نص الملعب، دي بقى العشوائيه، فريق ما تفهملوش حاجه، كرة سهله جدا يقدر يشتتها بيديها للمنافس، والكره الاخيره كانت انفراد لسان داونز. هنشوف تصرف غريب جدا 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 من حارس المرمى، كره سهله جدا بالنسبه لك تقدر تطلعها، عمل ايه؟ اداها للمهاجم، ولكن طبعا قدر المدافع يخرجها. ولكن نقاط ضعف فريق كايزر تشيفز في وجهه نظر كابتن اسلام، النقطه اللي حضرتك خدت بالك منها، الفجوه ما بين الظهير والمساك وبعض العشوائيه عند حارس المرمى. الضربات الركنيه برضو اعتقد ان ليها جزء مهم يعني. طبعا هم نكمل الصور بقى في الضربات الركنيه، هنلاقي ان هم عندهم هم متحفظين في الضربه الركنيه حاجتين. يا اما سمير نوركوفيتش بيتحرك اللي هو المهاجم بيتحرك على القائم القريب، والمدافع اللي هو رقم ثلاثه اللي هو ماسوهو، المدافع ده لازم يتعامل عليه مان اللي هو تاني هدافين. لازم يتعامل عليه مان، اكيد موسيماني هيعمل عليه. نكمل الصوره اللي هي دي الضربات الركنيه، اول صوره هي معانا نوركوفيتش اللي هو رقم 9 بيتحرك على القريبه اللي هو الاكس الاولاني، الاكس الثاني عند دايره منطقه الجزاء اللي هو ماسوهو بيصلحها له بدماغه لورا اللي هي بتتلعب على القائم القريب. زمان بوكير بيعمل كده في الاسماعيلي وبتاعت هولندا في امم اوروبا 83 يعمل كده، يعملها العرضه الاولانيه واحد يلمسها. عشان كده هم بيحاولوا ياخدوا ضربات ركنيه كتير لانهم عندهم متحفظين لعبتين بالظبط. دي اللعبه الاولانيه نجيب صورتها ندي برده شك اهي، مين اللي على القائم القريب؟ رقم 9 اللي هو نوركوفيتش، ومين اللي على دايره منطقه الجزاء؟ رقم 3. رقم 3 فاضي ليه؟ لان هو كله مركز مع المهاجم لانه قطع القريبه، فرقم 3 ده لازم يتعامل معاه مان اللي هو ماسوهو اللي هو طوله 191 198 وحسب كلام احمد يا كابتن اسلام فعلا لازم ايمن اشرف يبعد عنه ما يقربش منه. يعني ده في الضربات الثابته او الركنيه اذا اتيحت لكايزر تشيفز. طيب. بعد كلام احمد لازم ايمن يعني يتم ممكن بدر بانون الركلات الركنيه في حاجه ثانيه في صوره فرق. تانية برضو الضربه الركنيه تانية اخر صوره معانا ماسوهو اهو برضو نفس على دايره منطقه الجزاء. أيوه. برضو بتتلعب له مره واحده. اذا رقم 3 ده لازم نكمل الصوره بعدها هنلاقي برضو ان هو لازم يتمسك خطير بصراحه ده خطير جدا فيه. في برضو صور تانية للمساحه الموجوده ما بين الباك رايت والمساك. اتفضل نكمل دي برضو صور معانا بتوضح طريقه بناء الهجمه. على فكره الحارس بتاعهم دانيال اجباي كورته حلوه دايما في تحضير الهجمه، هنلاقي يعني احنا لما نعمل ضغط عالي هم بيوقف اتنين جوه عشان انت ممنوع تدخل جوه الدايره اثناء ضربه المرمى، فهو بيدي اتنين هنا وادي الليبرو اهو. تمام نكمل بيعملوا شويه تمريرات قصيره. كمل بس بقيه الصور يا استاذ سمير اهي. دي اول صوره معانا اللي هي الهاف سبيس اللي هي المساحه الموجوده اللي حضرتك لاحظتها اللي هي بص حضرتك ثلاثة من الوداد الكرة بتترفع من هنا وثلاثة من الوداد واقفين فاضيين. الباك رايت والمساحة الموجودة ما بين الباك رايت وما بين المساك اليمين والباك اليمين مهم جدا ان انت تستغل الحتة دي اتلعبت بالعرض. طيب. وقدر ان الحارس يخرجها. عموما ده واضح جدا دلوقتي اصبح الفريق قدامنا يعني واضح بشكل كبير جدا قد ايه ان هذا الفريق زي ما كريم قال هو فريق عشوائي، ولكن زي ما احمد قال ايضا ان هو فريق منظم عشوائي يعني ما تعرفش تجيبه منين، لكنه في نفس الوقت هو فريق منظم جدا. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه يوم السبت القادم. كالعاده بشكركم جدا على تواجدكم معانا وعلى تقطيعكم للفرقه يعني. شكرا شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودكم معانا. شكرا للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل كلامنا وهنكمل برنامجنا النهارده وفقرتنا الاخيره النهارده هتكون مع المدير الفني لحراس المرمى السابق في النادي الاهلي والحالي لمصر المقاصه كابتن طارق سليمان. كابتن طارق سليمان هنتكلم معاه عن دور محمد الشناوي ودور حراسه المرمى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الوصول الى المباراه النهائيه في البطوله العاشره نهائي دوري الابطال. بعد هذا الفاصل هنستقبل كابتن طارق سليمان ونتكلم معاه عن كل ما يخص حراسه المرمى.